وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقارب وجهات النظر بين مصر والصومال حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم استعراض كل أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية الممتدة بين البلدين. مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، وظلت على عهدها في مساندة الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، ولا نزال نذكر بكل فخر شهداء مصر الذين دفعوا حياتهم ثمنا لحصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدة أراضيه. لقد عكست محادثات اليوم مع فخامة الرئيس حسن شيخ محمود مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرضنا كافة أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية الممتدة بين بلدينا.